السيدة ممثلة رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيدات والسادة أعضاء الهيئة التنفيذية، السيد رئيس دائرة وهران، السادة رؤساء البلديات الحاضرون معنا، المواطنون والمواطنات، سكان بلديات الثلاثة لدائرة الثانية، وسط الإعلام الحاضرون، كل باسمه وكل بمكانته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. بعد انشغالات زوج على مستوى سيدي معروف، أنا نسكن في سيدي معروف. أنا المشكل الكبير مع وسط اللي رانا نتخبطوا فيه حنا سيدي معروف. لا سيدي معروف دو سو لوجمون الطريق 46 الولائي. على مستوى الزاوية القايدية تليفوني. المهم هذا القنوات الصحي يعني كما يقولوا تعرفوا الموقف. في اطار سلسله الخارجه الميدانيه للسيد ولي الولايه ولي ولايه وهران على مستوى بلديه الدائره، حل اليوم على مستوى دائره السنيه وين فقد بعض المشاريع التنمويه وكذلك بعض المرافق اللي اعطى من خلالها بعض التعليمات واتخذ بعض القرارات في الميدان وتدخل في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن، لا سيما في قطاع التربية، مدارس الابتدائية، تدفئة الغاز، وكذلك الشباب، قطاع الشباب والرياضة، وين كاين نتائج ملموسة، أما لتختتم في الأخير من خلال لقاء مع المجتمع المدني، وأنا فرحان جدا لأن المجتمع المدني لبلدية الدائرة كانوا حاضرين مع المنتخبين المحليين، وين طرحت كل المشاكل. الأولويات طبعا معروفة، ملف السكن، ثانيا ملف الشباب، ثالثا ملف التطهير، رابعا بعض الملفات الحيوية المتعلقة بالاستثمار، وكان سيد ولي الولاية جاوب عنهم عن كل الملفات. ومن هذا المنبر أهيب بالمجتمع المدني بكل أطيافه على مستوى دائرة السنية أي بلديتها الخمس الثلاث عفوا، أن يرافقونا في مسارنا التنموي إن شاء الله على مستوى البلديات. وأقول كما أقول دائما، القادم أفضل من خلال التنسيق والتشاور والعمل التشاركي مع الجمعيات، مع فعاليات المجتمع المدني اللي وصي عليها السيد رئيس الجمهورية شخصيا على ضرورة إشراك المجتمع المدني، لأننا نؤمن أن كل البرامج لا تنفذ في الميدان ولا تكون لها أي أثر أو قابلية ما لم يكن المجتمع المدني عندها روح القابلية، قابلية مع المجتمع المدني، القابلية الاجتماعية كما يقال هي أولى.